السلام عليكم، الله يرضى عليكم، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. هلا هاي الوقت اللي عندنا الربيع، بداية الربيع كتير بتطلع الحشائش عندنا كتير روعة، فهاي نوع من الحشائش اسمها حويرنة. فهاي الحويرنة شايفة كيف هي؟ مش زي السبانخ، يمكن تشبه الجرجير شوي، شايفة كيف شكلها؟ بس هي مرة بيعملوها سلطة، يعني زي المقبلات، شايفة ماما بيأكلوها مع لبن، بس لبن على الحل ولا اشي معاها تاني. بيسووها بطريقة يعني هلا بنحط عليها، بنغسلها هاي الحويرنة، بنغسلها هيك وهي بعروقها كامل، بعدين نفرمها طبعا، بننقيها ما بنخليش فيها ولا اشي، اذا في اي اشي اصفر هيك شايفة او خربان امي كله. وبعدين بنرش عليها شوية ملح، وبنعصرها بعد ما نفرمها طبعا ناعم، وبنعصرها وبنخلطها مع اللبن، وبنتركها هيك، يعني افضل تتركيها من الصبح للمساء او قبل بيوم، هيك بتصير اذا طعمها طيب هي بالثلاجة مغطية. بدي أقول لك شغلة تانية، ممكن كمان تعصريها، بعد ما تعصريها تحطيها بكياس نايلون بالفريزر أو بتبروير بالفريزر، لما بدك تستعمليها بترجعي تعصريها وبتدريها، بتحطيها على اللبن كمان. هاي يعني إذا كان شفتي الكمية كثيرة، زي ما أنا شايفة عندي أنا الكمية كبيرة شوي، أوكي، إلا إذا عندك أفراد أسرة كبيرة كثير بتقدري تفرميها. هلا انا بدي اغسلها، ولازم تبحبحيها منيح منيح في المي وتغسليها يعني اقل اشي 3 مرات، يعني اقل اشي. شايفه هاي على فكره ما بتنزرع زراعه، هاي هيك بتنوجد هي، يعني سبحان الله الله خالقها هيك مع الحشائش اللي بتطلع. هلا انا بدنا نفرمها ناعم ناعم للحويرنه، بعد ما غسلناها مزبوط مزبوط. انتبهي لازم تنغسل كويس كتير، ما بدنا يضل منها فيها ولا اشي، يعني عشان هاي بتعرفي يعني بالجبال هاي طالعة، اكيد في عليها اشياء. بعد ما نفرمها ناعم ناعم بنعملها، بنرش عليها ملح، يعني بدها معلقة ملح كبيرة، شايفة؟ بعدين بنعصرها، بنتركها شوي عشان الملح يلف فيها، بعدين بنعصرها وبنخلطها مع اللبن. هلا بدنا نحط اللبن عليها، يعني هذا اللبن طيبة، انا بلاقي زاكي فيها. اذا بتحبي اي لبن تاني حرة، لازم تغطيها باللبن منيح، شايفة؟ اذا بتحبي تحطي لبن، شايفة كيف ما شاء الله يبركوا لما تحطي اللبن. هلا بدي اقول لك غطيها حطيها بالثلاجة، بيعطي هيك فيها لسعة، هي زاكية بتعجبك. ما بنحط ملح لانه حاطين ملح على دور الهند كنت شايف عصرناها لانه بالملح. هلا شايف احلاها، بكفي هيك بتصور. بتحبي كمان تحطي لبن بتصير، شايفه كويسه لبن لبنها، يعني هيك بنحط سلطه كتير طيبه مع يعني مع الاكل، او فاتحه شهيه تحطيها قبل. ذكروني بايام زمان. اي انا غطيتها منيح، ودي احطها في الثلاجة ان شاء الله، لما
نحطها قبل الغداء، تحطيها هيك بزبادي او تحطيها هيك. صحتين وعافية على قلوبكم.